كنتواجدوا في واحد ليفينمون ديال كازا سمارت سيتي. هاد ليفينمون كيمكن تواصلوا مع المواطنين البيضاويين ونحاولوا نقولوا لهم على لي تكنولوجي اللي كنستعملوا من جهه اي او تي دونك وحتى المعلومات والمعلومات اللي كنقدروا نجيبوهم من عند الشبكات ديال الشبكات ديال التوزيع اللي عندنا اللي كانوا في الماء الصالح للشرب ولا في الكهرباء. اليوم حنا كنحاولوا نمارسوا ولا نبدلوا ولا نتقاسموا مع البيضاويين في هذا الملتقى التجارب اللي قمت بها ليداك باش تحاول تشوف كيفاش تقدر ترانسفيري لانفورماسيون حتى القرار. وهذا مجهود جبار وخصو تقنيات وتكنولوجيا متقدمة من الذكاء الاصطناعي لا سيما. وهنا كان لذاك سباقة مع واحد دي زوتي اللي استعملت دونك هاد لي زوتي فيهم اكوا ادفانسد فيهم جي سي او. هاد لي زوتي كيقدروا يجمعوا بزاف ديال المعلومات وكنطبقوا عليهم دي زالغوريثم ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال باش كنقدروا نجبدوا معلومة كتعاون المدبرين اللي كاينين في لو تيران ولا كاينين في الباك اوفيس باش ياخذوا قرارات صائبه. وهذا اللي قمت به وليداك ونحاولوا في هذا الملتقى نقتسموا ولا نبارطاجيو مع الاودينس اشنو درنا وشنو هما الاشياء اللي قدر الواحد يقدر ينفيسي فيها بزاف سورتو في الكفاءات المغربيه في التقنيات ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال وسورتو كيفاش يقدر لو ماناجمنت ديال المؤسسه يستعمل المعلومه باش يقدر يكون العمل ديالو فعال اكثر.